أنا عارفة إني ماليش وش، بس عارفة كمان إنك هتسمعيني وللآخر. أنا طمعت وشطاني ركبني وسقني، بس كل ما كانت حاجة تيجي جواه تقولي عيب يا بنت. كنت بكابر وبصدق أي كذب يتقال عنك عشان أصبر نفسي. أنا مستصغرة نفسي قوي. ياه، فجأة كده يا كريمة؟ لا مش فجأة أول مصحف، لا أنا ما بنامش بقالي كتير، بحسب نفسي، بحسب نفسي على كل حاجة أنا شفتها. بس أنا كان كل همي إيه؟ الفلوس والمحل ونبقى زيك. مش مصدقاني؟ مش عارفة. مش عارفة أصدق صاحبتي اللي كانت ظهري في البيت وفي المحل، ولا المعلمة كريمة صاحبة المحلات اللي سابتهم ينهشوا في لحمي وهي كمان مدت إيديها وخدت حتة. حبيبتي أختي، ما حسبتهاش صح. الفلوس؟ ده أنا عمري ما قصرت معاكي. كنت دايما تقولي لي لما تبقى أنت عايشة في الدنيا عمري ما هخاف. يمكن عشان كده كان نفسي أبقى مكانك. كان نفسي كل الناس تحتاجني وأنا ما احتاجش حد. كان نفسي أبقى ست الحارة، كل الناس تتمنى لي الرضا أرضا. حلقات جديدة يوميا على فيو بتوقيتك.